تبتدي يا سالي أولى محطاتنا لليوم ونسلط الضوء على أنشطة المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي التقني الذي افتتح بالعاصمة مينسك عام 2010 بجامعة البعث عام 2016. لنتعرف أكثر عن هالمركز وأنشطته بصباح نغير مع الأستاذ الدكتور عصام الحيم رئيس المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، وبداية نترحم على أرواح شهدائنا شهداء الجيش العربي السوري الأسطوري الذي بفضل تضحياته سطر أروع البطولات وقاوم حرب ظالمة بربرية على سوريا. وبفضل تضحيات هذا الجيش ننعم بالأمان وسنحتفل قريبا بالانتصار على كامل التراب السوري. أكيد، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا بداية فيكم. دكتور، خلينا نأخذ لمحة تعريفية عن المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي التقني. المركز السوري البيلاروسي تم افتتاحه بالعاصمة البيلاروسية مينسك عام 2010 بحضور معاون وزير التعليم العالي السوري ورئيس جامعة البعث في ذلك الوقت، وبالإضافة لوزير التعليم العالي البيلاروسي ورؤساء الجامعات. المركز افتتح بالجامعة الوطنية البيلاروسية وهو منصة للتعاون ما بين وزارتي التعليم العالي في البلدين من أجل تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية وتبادل الطلاب والأساتذة الجامعيين، وأيضا القيام بأنشطة مشتركة علمية أو أنشطة ذات طابع علمي إنتاجي، على اعتبار الجامعات في بيلاروسيا تحوي على معامل ضمن الجامعات وتقدم خبرات وتقدم منتج للسوق في بيلاروسيا. لكن بسبب هذه الحرب الظالمة التي شنت على سوريا تأخر افتتاح المركز في سوريا، على اعتبار أنه بالاتفاق ما بين الوزارتين أن يكون هناك مقران للمركز، واحد في مدينة مينسك والآخر في سوريا. وتم افتتاح المركز في جامعة البعث في عام 2016 بحضور السيد وزير التعليم العالي والسفير البيلاروسي ووفد من السفارة البيلاروسية، وبعدها بدأ المركز يمارس نشاطاته. بداية قمنا ببعض النشاطات في مدينة مينسك، وعندما افتتحنا المركز في جامعة البعث أيضا قمنا بمجموعة من النشاطات. أيضا يعني دكتور، خلينا نحكي شوي عن المؤتمر اللي صار 27 من شهر أيلول الماضي بجامعة البعث كلية الهندسة المدنية تحديدا، واللي حكى أيضا هو كان مؤتمر دولي حكى عن التقنيات الحديثة أيضا بهذا المجال، خلينا نحكي أكثر عنه. اسمحوا لي بداية قبل يعني الحديث عن المؤتمر، المركز قام بمجموعة نشاطات كما ذكرت سواء في العاصمة البيلاروسية أو في سوريا. في مينسك قمت أنا بإلقاء محاضرة بعنوان سوريا مهد الحضارات في الجامعة البيلاروسية للغات الأجنبية. المحاضرة ألقيتها للطلاب الذين يدرسون اللغة العربية، وسلطت الضوء على تاريخ سوريا الحضاري الذي يمتد لآلاف السنوات، وأعجب الطلبة البيلاروس بتاريخ سوريا وبأثر الحضاري للإنسانية، وكان لديهم رغبة جامحة بالحضور إلى سوريا واتباع دورات تدريبية في اللغة العربية. قام المركز أيضا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التعاون مع مجموعة من الجامعات في بيلاروسيا. بعد افتتاح المركز في سوريا تم القيام بندوة في مدينة حمص، رؤية في إعادة إعمار مدينة حمص باعتبار حمص من المدن التي تضررت كثيرا من هذه الحرب البربرية. وتم وضع رؤية جامعة البعث ورؤية نقاط المهندسين وأفكار خلاقة وجيدة لعملية إعادة الإعمار. بعد ذلك تم الإعداد للمؤتمر الدولي اللي تفضلت حضرتك به اللي أجري منذ أسبوعين. هذا المؤتمر شارك فيه أكثر من 100 باحث من مختلف الدول، كان هناك مشاركة واسعة من الباحثين السوريين وأيضا. هو كان من سوريا وبيلاروسيا فقط ولا ما كان في؟ لا، بالإضافة لحضور عميد كلية الهندسة المدنية في الجامعة الوطنية البيلاروسية فيودر زفيرف ووجود وفد من السفارة البيلاروسية، كان هناك باحثين من لبنان الشقيق حضروا وشاركوا بالمؤتمر، وأيضا كان في مشاركات من العراق ومن فرنسا.
وهذا مؤشر جيد لمشاركات مختلفة من دول صديقة، وخاصة أنه نحن نخوض حرب ظالمة كما ذكر. واستمر المؤتمر على مدى يومين، ألقي بالمؤتمر 83 بحث، وكان هناك تنوع في الأبحاث المطروحة في المؤتمر بمختلف التخصصات الهندسية، سواء بمجالات استخدام التقنيات الحديثة من حيث تصميم المنشآت الهندسية والبرامج المتطورة وتعريف المهندسين على هذه البرامج، أو استخدام المواد البناء الحديثة التي تؤمن بناء جميل واقتصادي، أو طرق تنفيذ أيضا متطورة. كان هناك تسليط الضوء على مواضيع تخص الجانب البيئي وأثرها أيضا في المباني والمدن. أحد المحاور الهامة في المؤتمر هي موضوع العمارة المستدامة والعمارة الخضراء، باعتباره هذا أحد المواضيع الهامة المطروحة بالعالم، ولا بد من نشر هذه الثقافة والقيام بتنفيذ منشآت ضمن هذا الإطار، وأيضا استخدام الطاقات النظيفة، طاقة الرياح وطاقة شمسية، وهذا من النقاط أيضا الهامة التي لابد من الاهتمام فيها بسوريا، باعتبارنا نحن اللي هو الحمد لله نتمتع بطاقة شمسية بأغلب أيام السنة، ويمكن الاستفادة من هذه الطاقة بتوليد طاقات نظيفة. فكل هذه المحاور سلط عليها الضوء، وكان مشاركي كما ذكرت من يعني عدد كبير من الباحثين. نعم. يعني يا دكتور، مثل ما حكيت على المحاور، هناك محاور بتهمنا على مرحلة إعادة أعمار سوريا، ونحن هلأ بمرحلة إعادة الأعمار طبعا بعد الانتصارات اللي عم نحققها. قديش هيدا الأفكار لازم تتطبق عمليا، وخصوصي أنه سوريا أرض يعني تتمتع بالمناخ المناسب والملائم لإعادة الأعمار؟ يعني ما بدنا نضل أفكار، نحن بدنا قديش تتنفذ على أرض الواقع. لأي مدى سوريا من المعروف كما ذكرت بالتاريخ الحضاري أيضا تتمتع ببيئة استثمار نادرة في كثير من الدول العربية، حتى البيئة الطبيعة الموجودة الجميلة والتنوع البيئي والجغرافي من حيث تنوع الفصول، ونحن في سوريا يوجد مناطق الساحلية، يوجد الصحراء، يوجد الجبال، هذا التنوع يعطي غنى طبيعي بالإضافة للغنى الحضاري الموجود في سوريا، والشعب السوري هو شعب مبدع وخلاق، وإلا لما استمرت حضارته من 4000 سنة قبل الميلاد حتى الآن. فهذا الجو الاستثماري وهذا الإبداع لابد من الاستفادة منه في موضوع عملية إعادة الإعمار، ونحن سلطنا الضوء، يعني الباحثين كلهم كان في اندفاع ليقدموا أفكار جديدة لحتى تساهم بموضوع إعادة الإعمار. والجانب المهم بموضوع إعادة الإعمار أنه تشييد منشآت جميلة ورشيقة وأيضا اقتصادية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الموجودة في العالم، والاستفادة من مواد البناء التي يتوفر قسم كبير منها في سوريا. كان في بالمؤتمر معرض مرافق لمواد البناء، ويعني وضح أنه في نحن رغم الحرب كثير من المعامل ما زالت موجودة وتقدم منتجاتها. فالمؤتمر هو لبني ويساعد في عملية إطلاق إعادة الإعمار من خلال كما ذكرت الأبحاث أو التوصيات اللي نحن بنهاية المؤتمر تم ذكرها. كيف عم تلاقوا صدى هي الأفكار، خاصة العناوين العريضة اللي طرحها المؤتمر بإعادة الأعمار وأفكار جديدة، تم تبادل الأفكار بين عدة دول إن كان بيلاروسيا أو دول عربية أو غربية يعني، فكيف عم تلاقوا صدى هي الأفعال، وهل في تفاعل معه؟ هل في حماس لتطبيقها؟ وهل اخترتوا مواقع بسوريا جغرافية؟ نحن بنعرف إنه في مواقع كتير هامة بسوريا كانت مهمشة واليوم ممكن نستثمرها. لاحظت هذا الشيء من خلال الحضور المتميز للمؤتمر، بالإضافة لعدد الكبير من الباحثين، كان في يعني كم مهندسين اللي اهتموا وحضروا فعاليات المؤتمر. ضمن هذا الإطار أيضا الوفود المشاركة، سواء الوفد اللبناني نقل صورة جميلة لأصدقائنا في لبنان أن سوريا تنعم بالأمان والاستقرار، وبلد كما نعرفها هي بلد الخير والمحبة، وأنه في فرص استثمار
كلهم تواصلوا انه كيف بدهم يبدوا بعمليه يعني الاستثمار والبناء والمشاركه. هل تم تحديد مناطق معينه او محافظات معينه اللي بدأ فيها؟ مثل ما بنعرف يعني في عندنا محافظات طرح اسمها كثير بالمؤتمرات الدوليه لاعاده الاعمار، منا حلب، منا اللاذقيه، منا طرطوس، فشو صحه يعني هذا الحكي؟ نحن كمؤتمر علمي مو ضمن يعني اهتماماتنا، نحن عم نطرح افكار علميه، هذه الافكار العلميه قابله للتطبيق في أي مكان موجود في سوريا. لكن لاحظت كما ذكرت مثلا الوفد البيلاروسي رغبة أيضا بتقديم خبراته، ودكتور عميد كلية الهندسة بالمحاضرة أبدى كل رغبة بالتواصل وتقديم كل الخبرات الموجودة، خاصة بيلاروسيا من المعلوم أنه هي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدينة مدمرة عمليا، على مستوى بيلاروسيا 80% من المباني مدمرة. في مدينة مينسك العاصمة كان في فقط ثلاث أبنية، والمدينة حاليا تعتبر مينسك من أجمل مدن أوروبا بتنظيمها، بأبنيتها، بمنشآتها الهندسية. فالتجربة البيلاروسية غنية ويمكن الاستفادة منها. فكان في كتير أفكار بالمؤتمر ممكن نحن نستفيد منها بالقريب العاجل، وإن شاء الله بنبدأ بعملية التطبيق من مدينتنا، من مدينة حمص قلب سوريا الجميلة. أكيد إن شاء الله يا رب دكتور. هلأ من خلال المؤتمر والمشاركات العديدة من الدول الصديقة مثل ما تفضلت، قديش لقيت في حماس أنه يطرحوا أفكار، أنه يقدموا أقصى ما عندهم لإعادة أعمار سوريا؟ كيف لقيت التفاعل؟ تفاعل كتير رائع، سواء من المشاركين بالمؤتمر وحتى بعد المؤتمر صار في تواصل من جهات مختلفة. الكل سوريا بالنسبة له هي البلد الغالي، البلد الحبيب، سوريا اللي هي لكل العرب، اللي كانت فاتحة أحضانها عبر التاريخ لكل عربي لاستقباله. فالكل مؤمن بأن سوريا تعرضت إلى حرب ظالمة، وتعرضت إلى مؤامرة كبيرة، لكن بنفس الوقت هؤلاء متعاطفون مع سوريا وفرحون لانتصارات الجيش السوري، وهم ينتظرون اللحظة التي سيساهمون بشكل أو بآخر ببدء بعملية الإعمار. وكثير من الشركات الموجودة بدول مختلفة عربية، لا أريد أن أذكر اسمها، بدأت هذه الشركات أنه تجمع أوراقها وتحضر كيف بدها تساهم بعملية إعادة الإعمار، لأنه كما ذكرت ظروف الاستثمار بسوريا، وجود الطاقات الشاب بسوريا أيضا، نعم. هذا عامل جدا مهم. نعم. نحن إذا حكينا عن مؤتمرنا بنقطة، أنه كان في عنا من الباحثين ثلاثة أجيال، في الباحثين اللي هني عم يحضروا رسائل الماجستير والدكتوراه شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر، في الباحثين الأساتذة في جامعات السورية، وأيضا في مجموعة كبيرة من الباحثين اللي هني كانوا أساتذة وعلموني في الجامعة، أيضا كان عندهم إصرار للحضور من محافظات مختلفة، من حلب، من اللاذقية، من دمشق، نعم. للمشاركة، نعم. فهذا مؤشر للغنى العلمي والثقافي السوري. وعندما يقال بأن هناك هجرة عقول في سوريا بنتيجة الأزمة، أتى هذا المؤتمر ليثبت العكس. عندما نشاهد هذا الكم الكبير من الباحثين، وكما ذكرت في باحثين الله يعطيهم طول العمر عمرهم 80 سنة وتجشموا عناء السفر وشاركوا بالمؤتمر، فهذا مؤشر كثير إيجابي لسوريا. ونحن حاولنا بالمؤتمر أنه نوجه رسالة سواء يعني من خلال الباحثين لكل العالم، أنه نحن رغم كل ظروف سوريا الصعبة والحرب التي شنت على سوريا، لكن الجامعات السورية قادرة على تنظيم مؤتمرات علمية على مستوى عالي، قادرة على استقطاب باحثين من دول العالم وتقدم أبحاث على سوية عالية، وهذا كان بشهادة الوفود العربية والأوروبية المشاركة. أكيد دكتور، بتحب توجه كلمة أخيرة أو رسالة بتحب توجهها من خلال منبر الإخبارية السورية؟ أنا بداية بتشكركم للاستضافة، وبحب استغل هالفرصة يعني بالمؤتمر ألقيت أن هيك قصيدة صغيرة عن سوريا،
حب اذا بتسمحوا لي اني القيه يعني بالاساس انا لست بشاعر، لكن هواجس كل انسان سوري عندما تعرض وطنه لما تعرض ان يعبر عن هواجسه. فكتبت قصيدي بعنوان سوريا يا عمود السماء. سوريا يا ارض حضاره يا عمود السماء، منك تعلم الانسان الابجديه وحروف الهجاء، وعزفت أول موسيقى لتنعش الأموات والأحياء. سوريا حروف اسمك تنتشر في ثنايا الروح بكل نقاء، لتشعل فينا السمو والشموخ وحب العطاء. لم يتعلم الغزاة من دروس التاريخ لأنهم أغبياء، على ترابك الطاهر شنت حروب شعواء، لكن على أثوارك تحطمت أحلام الجبناء، لأنهم تطاولوا على وطن شعاره البطولة والإباء، وعبثوا بعلم تستمد الشمس من ألوانه الإشراق والضياء. فعلى أرضك يصنع التاريخ بدماء الشهداء، تاريخ وطن حارب الكون ليبقى شامخا في العلياء، وطن حطم أحلام الكفار والمجرمين والأعداء، وطن أذهل العالم بصموده ليبقى رمزا للتضحية والإباء. فيا أيها السوريون الشرفاء، سنحتفل قريبا بانتصارنا بفضل تضحيات الشهداء، سنعلم أطفالنا المحبة وشرف الانتماء إلى وطن باركه رب السماء والأنبياء، ليبقى عشقنا الأبدي وراية ترفرف رمزا للخلود. شكرا كثير لك دكتور. يعني دائما سوريا شو ما حكينا عنها فهو قليل، بدنا نتمنى لك كل التوفيق، بدنا نتشكر وجودك معنا، وان شاء الله يا رب بيتم عقد مؤتمر لتنفيذ جميع المشاريع طبعا بعد تحقيق الانتصار الكبير لسوريا باذن الرب. ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لك. شكرا لوجودك معنا، موفقين بكل المشاريع اللي قدمتوها والافكار ان شاء الله بتتنفذ على ارض الواقع. شكرا لوجودك معنا دكتور. شكرا لكم. ثالث